السلام عليكم وتبارك الله عليكم. كنشكر قناة أصوات الغد على حسن الاستضافة. معكم الخضر العيد الساوي ابن مدينة فاس. هواية يعني كنت كنتصنت في الراي بزاف حتى لقيت راسي في وسط الدومين، يعني كنرتاح في الراي. هذا هو الستيل اللي تبعت، هو الستيل اللي كنرتاح فيه واللي تبليت به. الحمد لله عندي شعبية وكاع الناس كيبغيونا على داك التواضع ديالنا وعلى التقدير اللي كنقدروا الجمهور. عادي خصك ما تجاوب حتى شي واحد باش يبان للناس بلي راه ما عندكش عديان، واخا هاد الدومين هذا الا ما عندكش فيه عديان راه ماشي فنان. فوق الخشبه كتحس براسك بلي راك عاد فنان ديال بصح، وكاين فاش كتشوف الجمهور البيبليك مباشره قدامك وكيتفاعلوا معك. الحمد لله دابا الخوف ما كاينش. ما نكرهش مهرجان، ان شاء الله يكون شي مهرجان كبير في فاس في المدينه ديالي. الجديد ديالي هو جوج ديال لي سينجل اللي راه صدر على اليوتيوب، كليب اللي الحمد لله لقى اقبال، وكنشكر الاصدقاء ديالي اللي تعاونوا معايا في الكليب. شنو العنوان ديالو؟ شنو خلاك تغني؟ العنوان ديالو راني مسحور، ويعني القضيه ديال السحور ولا ديال شي واحد اللي كيكون هو وصاحبه بحال الخوت، وكتبان شي وحده ما بيناتهم وكتفرق بيناتهم. يعني بان لي هادشي هذا كاين في المغرب من شحال هادي، ما تطرقش شي واحد لهذا الموضوع هذا. قلت انا علاش لا ما نطرق لهذا الموضوع هذا ان شاء الله. جامي ولا تقول، يعني حتى تخيله في العقل ديالك المدخول من هذا الفن. يعني حنا كنخدموا في شي وحده اخرى وكنجيو كنعطيو لهذا الدومين هذا، تكون ديما عند حسن الظن للجمهور اللي كيتسنى الجديد ديال الخضر العيساوي. المدخل في هذا الدومين هذا ما كاينش، ومع جات هذا العام هذه الجائحه هذه اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يهز علينا هذا الوباء. كونفيرمو كيفاش دوزتو في الدار بحال كاع الناس، يعني طبقنا داك الشيء اللي طبقوه علينا. والحاجه اللي ربحت من هذا الكونفيرمو هذا هو يعني بزاف الاغاني سجلت، وبزاف ديال الاغاني اللي دابا كاينين ان شاء الله راه غادي يصدروا على الاسواق. يعني في كل شهر غادي يكون عمل، يعني تقريبا كاين 20 سينجل ان شاء الله اللي غادي تنزل. المدينه اللي عندك فيها جمهور كثير؟ ما غاديش نقدر نحكم، كاين بزاف ديال المدن اللي عندي فيهم جمهور. وبهذه المناسبه هذه كنحيي الناس ديال حد ولاد فرج والناس ديال سيد بن نور، وتحيه خاصه وخالصه لخويا مروان اعريش المناجر ديالي. حاليا مازال ما دزتش شي قناه، وكاينه شي هضره المهم على البرنامج ديال رشيد شو، ماشي شي حاجه اللي رسميه، ولكن يمكن ان شاء الله على الابواب. يعني كنرتاح في داك الستيل، واي واحد قلبه حنين راه غادي يشوف داك الستيل هذاك. يعني باش كنطلق الاغنيه انا براسي فاش كنصنت عليها ممكن شحال من ديسك ديالي كنبكي فيه. هادشي ماشي غادي نقول لك حيت انا كنصور هاد الانترفيو، لا اقسم بالله الا كندير الخير. والمهم ما كنلقاوش الجهد لشي حاجه باش نعاونو اكثر. اول مره دخلتي شي خيريه وشتي داك الناس الكبار، كيفاش كان الاحساس ديالك؟ بكيت ومشيت لها دو فوا. الحاجه اللي بكات اللي اثرت فيك شنو هي؟ واحد المهمه فاش عنقتني، كنت غنيت واحد الاغنيه ديال تخلاو عليها الاحباب، عنقتني واحد المهمه وناضت كتبكي، هي كتبكي وانا كنبكي معاها. بقات في ديك السيده ومازال عندي فيديو كنبقى نشوفه وكنتفكرها. الكلمه اللي تقول يعني ديك السيده هذيك تفكرت الام ديالي انا والام ديال اي واحد فينا. نوصي هاد الشباب هادو يعني اللي كيتبع البلية وكينسى والديه وكينسى الناس اللي سهروا عليه وكبروه وتعذبوه وتمحنوا عليه، حذاري من الوالدين. شي حاجه مهمه في الحياه راه ما غادي تعرف قيمتهم حتى غادي يخطاوك، وديك الساعات ما عندك باش يبكي باش يفيدك البكا من البكا مور ميت خساره. الميساج اللي تعطي للناس اللي كيخليو والديهم الفريق، الناس اللي كيرميو والديهم دور العجزه، ثق بيا شحال ما عشتي غادي تلقى واحد الاعاقه في نص الطريق ديالك. غادي تلقى ولادك ما غاديش يتعاملوا معك، غادي يعطيوك نفس التعامل اللي تعاملتي مع والديك. واياك تودان. الكلمه الاخيره كنشكر الاصدقاء ديالي اللي تعاونوا معايا واللي عطاوني يد المساعده، وكنشكر استوديو الحلو اللي حتى هو قام بواحد المجهود، وكنشكر خويا عبد العزيز على حسن الاستضافه، وخويا نجيب والسعيد وكفي ساره. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.